أختم هذا اللقاء بهذا السؤال. يقول السائل محمد الشيخ: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لربيعة عندما سأله أن يرافقه إلى الجنة قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ما المقصود بكثرة السجود؟ كثرة الصلوات النوافل، كثرة الصلوات النوافل بعد الفرائض لأجل أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.